ومن جميل كلام الإمام أحمد رحمه الله عز وجل قوله: إذا أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب. إذا أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب، فإن جزاء الإحسان الإحسان، فكيف بالجزاء من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، يرضى بالقليل ويعطي الجزيل. فإذا أردت أن يكون لك في حالك وشأنك ما تحب فاحرص على أن تكون لله عز وجل على ما يحب. الله يحب منك أن تكون قارئا لكلامه، يحب منك أن تكون مسارعا إلى المسجد، مؤديا الفرائض، متقربا بالنوافل. فأجهد نفسك في هذا من غير مشقة زائدة، وخذ من النوافل ما تطيق، ولا تترك الفرائض، واجتنب المحرمات، تنل ما تريد.